کتاب خدا مایه شوکت است. کتاب خدا مایه شوکت است. کتاب خدا شکوه شکوفای یک امت است. ز قرآن نوای هدایت شنو، پیام جهانی آن وحدت است. پیام جهانی آن وحدت است. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله وأطيعوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. الله لا الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ ما على رسولنا البلاغ المبين. الله لا الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده فاتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون.
والله شكور حليم إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم عليم الغيب والشهادة. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. عالم الغيب والشهادة العزيز بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. ما شاء الله ما شاء الله فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. گفتمش تو کیستی؟ فرمود
قرآنا عربيا غير ذي عوج. گفتمش چگونه کتابی هستی؟ فرمود بیان للناس و هدى و موعظة للمتقین. گفتم از جانب که آمده ای؟ فرمود من لدن حکیم علیم. گفتم برای چه نازل شده ای؟ گفت یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. گفتم بر چه کسی نازل شده ای؟ گفت نزل على محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. نزل على محمد وهو الحق. گفتم وظیفه ما در برابر آن پیامبر رحمت چیست؟ گفت و ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهو. گفتم بهترین الگو برای ما کیست؟ گفت لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. با حمد و سپاس فراوان به پیشگاه خداوند بزرگ و عرض ادب به ساحت مقدس سلطان سریر دانش و بینش و فرمانروای اقلیم آفرینش، خواجه کونین و رسول ثقلین، شفیع روز جزا، جناب ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، و با عرض سلام به ساحت مقدس اهل بیت مکرم آن رسول رحمت و وحدت، مفسرین و تأویل کنندگان راستین قرآن کریم و مسند نشینان سراپرده تطهیر، امامان نور علیهم السلام، با آرزوی علو مرتبت و رفعت درجات امام راحل و شهیدان سرفراز و با آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت و اقتدار مقام معظم رهبری، به محضر مبارک یکایک شما صالحان و پاکان، قرآن باوران قرآن یاور، عرض ادب و سلام و احترام داریم. به محفل بزرگ قرآنی جمهوری اسلامی ایران، محل برگزاری 40th دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم و 8th دوره مسابقات بین المللی دانش آموزان عزیز امت اسلام خوش آمدید. عرض سلام و ادب دارم به حضور یکایک همراهان عزیز رسانه‌ای، شنوندگان عزیز و بینندگان گرانقدر رادیو قرآن، شبکه قرآن، شبکه خبر، شبکه رادیو عربی و آفریقایی، شبکه جهانی ثقلین، شبکه شاد و کاربران عزیز و ارجمند در بستر آپارات، روبیکا، ایتا، هیئت آنلاین و قرآن آنلاین، و عرض سلام و ادب به حضور مخاطبین عزیز و ارجمند، مخاطبین 175 شبکه تلویزیونی و 60 شبکه رادیویی اسلامی. به محفل قرآنی ما خوش آمدید. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق فسوى، الحمد لله الذي قدر فهدى، الحمد لله الذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من اختارك الله للهداية وألبسك من خلع التقوى، تحية ندية عاطرة طيبة جلية في القرآن الكريم طرزها عندما قال في جليل خلقك وإنك لعلى خلق عظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين خزان العلم منتهى الحلم الأدلاء إلى الله ومحال معرفة الله،
والصلاة والسلام عليك وعلى أهل بيتك الطيبين المكرمين والصحابة والتابعين، أولئك الذين وعوا نهجك بوعي وإخلاص ويقين. تجدد وصل بالمحبة نابض، وذو الشوق في لقيا الأحبة ينعم. فأهلا وسهلا لا حرمنا وجودكم، ويضيء لنا كالبدر إذ يتبسم. من اسمه إنه السلام أستقي أربعة من الحروف متجليات على همزات التواصل من السين واللام والألف والميم. أقول سلام 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 عليكم، فردوا السلام. رد سلامكم الجميل هو تحديدا بالجلوس بإزاء أفضل بدء وأفضل ختام، إنه القرآن المبارك المجيد، بمعية عميد الإعلاميين القرآنيين في الجمهورية الإسلامية في إيران، والذي لي كامل الشرف بأن أكون في خدمته تلميذا مقصرا عند فضيلة الأستاذ الحاج عباس سليمي. نقدم لحضراتكم الدورة 40 لمسابقات القرآن الكريم الدولية للجمهورية الإسلامية الإيرانية الخاصة بالذكور والإناث، والدورة 8 لمسابقات القرآن الكريم الدولية الخاصة بطلبة المدارس. حياكم الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. با سپاس و تشکر فراوان از نور چشم عزیز جناب استاد حاج سید احمد نجف گرامی، به محضر مبارک همه میهمانان عزیز و ارجمند، برادر گرانقدر جناب استاد دکتر منصور قصدی زاده، مدیریت محترم رادیو قرآن و مدیران عزیز و هیئت محترم همراه، برادر عزیز و ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای موسوی متقی عزیز از مدیران پرتلاش قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، برادر گرانقدر جناب آقای دکتر باقری مدیر کل محترم قرآن اطرت و نماز وزارت آموزش و پرورش، و همه خوبان و بزرگانی که قدم بر چشم ما گذارده اند عرض ادب و احترام دارم و صمیمانه تشکر میکنم از جوان پر افتخار گلستانی، قاری ممتاز بین المللی، برادر گرامی جناب آقای امیر حسین رحمتی، نفر اول 39 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در جمهوری اسلامی، که با تلاوت زیبا و فاخر خود همه ما را بهرمند فرمودند. به این جوانان عزیز و ارجمند افتخار میکنیم. اجازه بفرمایید که آشنا بشویم با چهره نورانی اعضای معزز هیئت داوران این دوره از مسابقات. هیئت داوران 40مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران، استاد حمید رضا مستفید رئیس هیئت داوران از جمهوری اسلامی ایران، استاد عباس البلوشی داور تجوید از کشور کویت، استاد حیدر کسمایی داور تجوید از جمهوری اسلامی ایران، استاد مسعود سیاه گرجی داور تجوید از جمهوری اسلامی ایران، استاد عماد رامی داور لحن از کشور سوریه، استاد محمود لطفینیا داور لحن از جمهوری اسلامی ایران، استاد حسن مختاری داور لحن از جمهوری اسلامی ایران، استاد محمد عباسی داور صوت از جمهوری اسلامی ایران، استاد نصرت الله حسینی داور صوت از جمهوری اسلامی ایران، استاد احمد بن یوسف الازهری داور صوت از کشور بنگلادش، استاد کریم دولتی داور وقف و ابتدا از جمهوری اسلامی ایران، استاد حسن حکیم باشی داور وقف و ابتدا از جمهوری اسلامی ایران، استاد خیرالدین الهادی داور وقف و ابتدا از کشور عراق، استاد مهدی عباسی داور صحت حفظ از جمهوری اسلامی ایران، استاد محمد صادق نصراللهی داور صحت حفظ از جمهوری اسلامی ایران،
استاد ضیاء الحق منقاد داور صحت حفظ از کشور افغانستان، استاد شهریار پرهیزکار هادی حفاظ از جمهوری اسلامی ایران، استاد سید احمد مقیمی ناظر عالی مسابقات از جمهوری اسلامی ایران، استاد مهدی دقاقله ناظر فنی مسابقات از جمهوری اسلامی ایران، استاد سید عباس انجام استاد راهنما از جمهوری اسلامی ایران، استاد معتز آقایی استاد راهنما از جمهوری اسلامی ایران، استاد محمد تقی میرزاجانی رئیس کمیته فنی از جمهوری اسلامی ایران. 40مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و 8مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دانش آموزان. با اعضای محترم هیئت داوران آشنا شدیم. ضمن عرض سلام و احترام به محضر مبارک برادر گرانقدر جناب استاد دکتر مستفید ریاست محترم هیئت داوران، در صورتی که اجازه فرمایند با دعوت از اولین عزیز شرکت کننده مسابقات را آغاز کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی، جناب آقای نجف و حضار حاضر در سالن. حیاکم الله. در خدمتتون هستیم. هر وقت هم بفرمایید آماده هستیم. استدعا میکنم جناب استاد، در خدمت حضرت عالی و داوران عزیز و ارجمند هستیم. آشنا خواهیم شد با کشور اولین عزیز شرکت کننده از دانش آموزان قرآنی جهان اسلام. مالزی کشوری در جنوب شرقی آسیا است. پایتخت این کشور شهر کوالالامپور و زبان رسمی آن مالایی است. مالزی 32 میلیون نفر جمعیت دارد که 61% آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. یکی از جاذبه‌های این کشور مساجد زیبایی است که در شهرهای مختلف بنا شده که در واقع از شاخص‌های اصلی هویت اسلامی این کشور محسوب می‌شود. جالب است بدانید مسلمانان مالزی ارتباط بسیار خوبی با قرآن کریم دارند و این کشور صاحب قدیمی‌ترین مسابقات بین المللی قرآن کریم است که اولین دوره آن در 18 اسفند ماه سال 1339 و به همت مولوی عبدالرحمن اولین نخست وزیر مالزی برگزار شد. همواره در طول برگزاری مسابقات بین المللی قرآن کریم این رویداد مهم در کانون توجه مردم، مسئولین و رسانه‌های این کشور قرار دارد. با چهره دانش آموز عزیز قرآنی عظامی از کشور مالزی آشنا خواهیم شد. رشته حفظ کل قرآن کریم، فتحیل بن صبران از کشور مالزی. Full memorization. Fadil bin Sabram from Malaysia. یک کتاب، یک امت، کتاب مقاومت. 40مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و 8مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دانش آموزان. ارتقى منصة الاختبار في هذه اللحظة الحافظ المشارك من ماليزيا في مسابقات الطلبة
الحافظ فتحيل بن صبران. ننتقل إلى صالة لجنة التحكيم الموقرة. القرعة التي اختارها الحافظ القرعة رقم 10، أكرر، القرعة التي اختارها الحافظ القرعة رقم 10. على جناح الحب والخير قواكم الله بألف خير أساتذتنا الأفاضل، تحية مجددة، ونستمع إلى طرح الأسئلة، تفضلوا مشكورين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا. السؤال الأول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 بأنهم قوم لا يفقهون. وإن يكن منكم 100 يغلبوا، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 بأنهم قوم لا يفقهون. يغلبوا 1000 من الذين كفروا، يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، فإن يكن منكم 100 يغلبوا 2000، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، فإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. هذا يكفي. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. أما الآية التالية، فإن يكن منكم 100 فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين. فإن يكن منكم 100 صابرة، 100 صابرة، 100 صابرة يغلبوا 200، يغلبوا 200.
استمر. آية تالية: والله مع الصابرين. وإن يكن منكم ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض. تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. أحسنت، شكرا. السؤال الثاني: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا وقال الملأ من قومه الذين كفروا وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك انتقلت إلى سورة هود. فأرسلنا في تعرف هذه السورة. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون.
إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه أحسنتم شكرا وما السؤال الثالث والأخير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل نستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة
ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد أحسنت بارك الله فيك شكرا صدق الله صدق الله العلي العظيم اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل على آل محمد اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل على آل محمد اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل على اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل على الهادي محمد اللهم صل على الهادي محمد نعم قبل قليل كنا نتابع محفوظات الحافظ المشارك من ماليزيا فدحيل بن صبران فشكرا جزيلا له سپاس و تشکر فراوان از دانش آموز عزیز قرآنی اعزامی از کشور مالزی برادر گرامی جناب آقای فتحیل بن صبران عرض خیر مقدم مجدد به حضور مبارک یکایک میهمانان عزیز و ارجمند و عرض خیر مقدم ویژه به محضر مبارک خانواده معظم شهدای گرانقدری که زینت بخش این محفل شدند همچنین خیر مقدم عرض میکنم به حضور برادر گرانقدر پیشکسوت قرآنی جناب استاد حاج علی سیاح گرجی نفر اول مسابقات قرائت قرآن در کشور مالزی به این نکته هم اشاره کنم که استاد حاج علی سیاح گرجی در مسابقات مالزی رتبه اول رو به دست آوردن چند سال بعد از ایشان فرزند برومندشون جناب استاد حاج مسعود سیاح گرجی که همکنون به حمدالله در جمع هیئت محترم داوران مشغول قضاوت هستند این افتخار را برای میهن اسلامی آفریدند برای همه اساتید و مربیان و اهالی قرآن آرزوی سلامتی و طول عمر با عزت میکنم اجازه بفرمایید که آشنا بشویم با یکی دیگر از کشورهای دوست برادر و همسایه که تا لحظات دیگر یکی از دانش آموزان از آن کشور در جایگاه استقرار خواهند یافت پاکستان کشوری در جنوب آسیا است. پایتخت این کشور شهر اسلام آباد و زبانهای رسمی آن اردو و انگلیسی است. دین رسمی پاکستان اسلام است و این کشور 228 میلیون نفر جمعیت دارد که 97% آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. اهمیت دین اسلام در ساختار حکومتی این کشور بازتاب یافته و نظام سیاسی آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی معرفی شده است. با توجه به جمعیت مسلمان پاکستان، مساجد مشهوری در شهرهای این کشور احداث شده که ریشه در تاریخ، فرهنگ و هویت مردم پاکستان دارد. جالب است بدانید مردم این کشور علاقه وافری به حفظ کلام وحی دارند و در سراسر پاکستان مدارس فراوانی در زمینه حفظ قرآن کریم فعال هستند. چهره این نوجوان عزیز قاری از کشور پاکستان بیشتر آشنا خواهیم شد. لا اله الا الله
رشته قرائت. باکار محمد ابو از کشور پاکستان. Recitation. Bakar Muhammad Abu from Pakistan. یک کتاب، یک امت، کتاب مقاومت. چهلومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دانش آموزان. تربع على عرش المسابقات في هذه اللحظة الشبل المشارك في مسابقات طلبة المدارس الدولية من باكستان باكار محمد أبو، والذي سيقرأ بإذن الله تبارك وتعالى من سورة النور من الصفحة 56 بعد 300، ويبدأ التلاوة بالآية 53 وينهيها بانتهاء 57. فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. قل أطيعوا الله فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. اللهم صل على محمد وزد وبارك على آل محمد. موفور الشكر وكثير الامتنان بين يدي من استمعنا إلى تلاوته القارئ المشارك من باكستان باكار محمد أبو، كما نرحب بالمشاهدين والمستمعين الأفاضل الذين التحقوا بركبنا ضمن هذه الدورة من المسابقات قناة القرآن الكريم الإيرانية، قناة الثقلين الفضائية، إذاعة القرآن الكريم الإيرانية، وكذلك إذاعة طهران العربية، وكافة متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا. صمیمانه تشکر میکنیم از نوجوان عزیز و دوست داشتنی دانش آموز محترم اعزامی از کشور پاکستان جناب آقای باکار محمد ابو و برای ایشان آرزوی موفقیت داریم. اجازه بفرمید آشنا بشویم با
کشور شرکت کننده عزیز بعدی. تونس کشوری در منطقه شمال آفریقا است. پایتخت این کشور شهر تونس و زبان رسمی آن عربی است. تونس 12 میلیون نفر جمعیت دارد که 99% آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. تونس از دوران باستان سکونتگاه بومیان بربر بوده است. فنیقی‌ها در قرن 12 قبل از میلاد به این مکان ورود کرده و چندین سکونتگاه تأسیس نمودند که در میان آنها کارتاژ در قرن 7 پیش از میلاد جزو قدرتمندترینشان بود. بعد از فروپاشی امپراتوری روم شرقی و تسلط مسلمانان بر متصرفات این امپراتوری در شمال آفریقا، فرهنگ اسلامی و زبان عربی به همراه اعراب مهاجر به تونس وارد شد. اولین مسجدی که مسلمانان در شمال آفریقا ساخته اند، مسجد جامع قیروان است که به نام عقبت ابن نافع نیز شناخته می شود و در 156 کیلومتری پایتخت تونس قرار دارد. در قرون اخیر فرهنگ استعماری فرانسه بر فرهنگ اسلامی عربی مردم تونس تأثیر گذاشته، ولی فرهنگ اسلامی همچنان در توده های مردم نفوذ دارد. رشته حفظ کل قرآن کریم، محمد الصادق الکشباتی از کشور تونس. Full memorization. محمد صادق الکشباتی from Tunisia. یک کتاب، یک امت، کتاب مقاومت. 40مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و 8مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دانش آموزان. ارتقى في هذه اللحظة منصة المسابقات الحافظ المشارك من الجمهورية التونسية محمد الصادق الكشباطي. ننتقل إلى صالة لجنة التحكيم الموقرة مع تحياتنا للجنة الموقرة. أهلا وسهلا ومرحبا أيضا بمرشد الحفاظ الأستاذ شهريار بارهيز كار. القرعة المرقمة رقم 1 هي اختيار هذا الحافظ المشارك من الجمهورية التونسية. كلنا جهوزية فضيلة الأستاذ. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. عفوا. السؤال الأول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءوا
رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. أحسنت، شكرا. السؤال الثاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت بسم الله الرحمن الرحيم إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا عفوا وعلى الثلاثة الذين خلفوا أعيد وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم
ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. بارك الله فيك، أحسنت. وأخيرا السؤال الثالث، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه. بسم الله الرحمن الرحيم. فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقطبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبه فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس إذا كورت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف وأعد من هذه الآية. وإذا الوحوش حشرت وإذا الوحوش حشرت
وإذا البحار فجرت وإذا الموءودة وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أكمل بأي ذنب قتلت. أكمل قوله تعالى بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. أحسنت بارك الله فيك شكرا. صدق الله صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد بارك الله تعالى بهذا الشبل اليافع المشارك من الجمهورية التونسية محمد الصادق الكشباطي. شكرا جزيلا له ولأسرته الكريمة على هذه التربية. سپاس و تشکر فراوان از نوجوان عزیز و دوست داشتنی حافظ محترم کل قرآن کریم اعزامی از کشور تونس فرزند عزیز و گرامی جناب آقای محمد الصادق الکشباطی. اشهد بالله که نفس حضور این دانش آموزان عزیز با این چهره های نورانی و معصوم فی نفسه قابل تقدیر است. فی نفسه برای یک نوجوان عزیز و بزرگوار در این سن و سال در این مجلس با عظمت در محضر شما بزرگان علما چهره های قرآنی بانوان مکرمه الحق و الانصاف کار سختی است. همین که این عزیز ما می تواند در این جایگاه پر افتخار حضور پیدا کند ما از ایشان خانواده محترمشون کشور و دولت ایشان صمیمانه تشکر می کنیم. زمانی عظمت و جایگاه این دانش آموزان عزیز و بزرگوار و فرزندان خوب قرآنی شما ملت سرفراز برای ما بیشتر آشنا می شود که گوش جان فرا داریم به این کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام. قرآن ناطق و عدالت مجسم امیر مؤمنان علی علیه السلام طی بیانی می فرمایند ان الله لا يهم بعذاب اهل الارض جميعا حتى لا يحاشي منهم احدا اذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السيئات. خداوند بزرگ گاه اراده می کند که همه اهل زمین را به خاطر ارتکاب گناهان و جرائمی که مرتکب می شوند دچار عذاب کند به نحوی که احدی از آنان باقی نماند. فَإِذَا نَظَرَ إِلَى الشِّيبِ نَاقِلِ أَقْدَامِهِمْ إِلَى الصَّلَاةِ وَالْوِلْدَانَ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ رَحِمَهُمْ فَأَخَّرَ ذَلِكَ عَنْهُمْ. امام می‌فرمایند اما هنگامی که می‌بیند کهنسالان برای اقامه نماز به سوی مساجد می‌شتابند و نوجوانان، نونهالان و این فرزندان مشغول فراگیری قرآن هستند به احترام آنان عذاب را به تأخیر می اندازد و به مردم رحم می کند. این کلام امیر علیه السلام بهترین جایزه برای این فرزندان عزیز و بیانگر وظیفه همه بزرگان است
که این نوجوانان عزیز را تکریم و توقیر کنند. باز هم تشکر میکنم از نوجوان عزیز حافظ محترم کل قرآن جناب آقای محمد الصادق الکشباتی از کشور تونس. اجازه بفرمید آشنا بشویم با کشور یکی دیگر از عزیزان شرکت کننده و دانش آموزان محترم شرکت کننده در هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دانش آموزان جهان اسلام. اندونزی کشوری در جنوب شرقی قاره آسیا است. پایتخت این کشور شهر جاکارتا و زبان رسمی آن اندونزیایی است. این کشور 273 میلیون نفر جمعیت دارد که 86% آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. جالب است بدانید با آنکه اسلام دیرتر از بسیاری کشورها وارد اندونزی شد، اما به تدریج سراسر جزایر آن را تحت پوشش قرار داد تا جایی که امروز این کشور پر جمعیت ترین کشور مسلمان جهان محسوب می گردد. مسلمانان این کشور علاقه وافری به قرآن کریم دارند و هر ساله محافل قرآنی پرشوری در اندونزی برگزار می گردد. همچنین بزرگترین نسخه چوبی قرآن کریم در موزه بیت القرآن در شهر پالمبانگ این کشور به نمایش گذاشته شده است و مورد استقبال بی‌نظیر بازدید کنندگان از سراسر جهان قرار می گیرد. این کشور در سالهای گذشته نیز چند دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم را میزبانی نموده است. رشته حفظ کل قرآن کریم، آج فائز فکری از کشور اندونزی. Full memorization. Aj Faiz Fikri from Indonesia. یک کتاب، یک امت، کتاب مقاومت. 40مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و 8مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دانش آموزان. ارتقى منصة المسابقات في هذه اللحظة الحافظ المشارك من اندونيسيا في مسابقات طلبة المدارس آج فائز فكري. ننتقل من هذه الصالة على جناح الخير والجمال إلى أساتذتنا الكرام، وكلنا جاهزون لاستماع أسئلتكم، علما أن القرعة التي اختارها هي رقم 3. القرعة التي اختارها رقم 3. كلنا بأتم الجهوزية، ويتنفس الصعداء حافظنا كي يستمع بإذن الله تبارك وتعالى إلى الأسئلة. السؤال الأول، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين.
إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين أحسنتم السؤال الثاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن
شرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم مشرقين فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون أحسنتم شكرا السؤال الثالث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم ترها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا. ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم
ولا نصيرا. أحسنت بارك الله فيك، شكرا. صدق الله، صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. موفور شكري وكثير الامتنان بين يدي من استمعنا إلى محفوظاته من أندونيسيا. آج فائز فكري. سپاس و تشکر فراوان از دانش آموز عزیز و ارجمند اعزامی از کشور اندونزی، حافظ محترم کل قرآن کریم جناب آقای آچ فائز فکری، با آرزوی موفقیت جامعه قرآنی کشور اندونزی. عرض سلام مجدد به محضر مبارک یکایک سروران و خوبان و عزیزانی که قدم بر چشم ما گذارده اند. خیر مقدم عرض میکنم به حضور برادر ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر عادل، معاونت محترم فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه. عرض خیر مقدم دارم به حضور برادر عزیز ارجمند جناب سردار عبدی، از پیشکسوتان قرآنی فراجا و همچنین از سرپرستان امور ایثارگران پرسنل جان برکف فراجا. عرض خیر مقدم دارم به محضر استاد عزیز و ارجمند حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد زنگنه دامت برکاتو، مشاور محترم فرهنگی فرماندهی کل سپاه و معاون امور خانواده سپاه. و عرض خیر مقدم خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مجیدی، مدیر کل محترم اداره اوقاف استان قزوین. و عرض خیر مقدم به محضر مبارک یکایک شما سروران و عزیزانی که در این مجلس حضور دارید. نوبت میرسد به فرزندان خوب و عزیز خطه خوزستان، گروه تواشیح و همخوانی اثنا عشر. عزیزانی هستند که همکنون در جایگاه استقرار یافته و به اجرای برنامه خواهند پرداخت. در این فرصت کوتاه، این کمترین بر خود لازم میدانم که از چهار چهره شاخص از خادمان قرآنی و از مجریان توانمند جمهوری اسلامی ایران صمیمانه تشکر و قدردانی کنم. برادران عزیز و ارجمندم جناب استاد دکتر شهریار ضیاء آذری، برادر عزیز و ارجمندم جناب استاد دکتر مجید یراق‌بافان، برادر عزیز و ارجمندم جناب استاد هادی صلح‌جو، برادر عزیز ارجمندم جناب استاد سید وحید مرتضوی، عزیزان بزرگواری که بسیار شایسته تر از این کمترین در این جایگاه مبارک و مقدس استادانه، کارشناسانه، هنرمندانه سالهای متمادی این مسابقات رو اجرا کردند و اکنون در کسوت استادی دانشگاه، مدیریت رسانه ملی و کارشناسی در رسانه ملی کماکان مشغول خدمت به قرآن و این ملت عزیز و بزرگوار هستند. در هر کجا که عزیزان ما هستند، برای آنان آرزوی سلامتی، عزت و حسن عاقبت میکنم. بإذن الله تبارك وتعالى. هنا انتهت المحطة الخاصة بطلبة المدارس، وبعد دقائق ننتقل إلى الدورة الأربعين لمسابقات تلاوة وحفظ القرآن الكريم الخاصة بالذكور بإذن الله تبارك وتعالى، لنكون بإذن الله في هذه الأمسية قد انتهينا من كافة المشاركين على أن يكون بإذن الله تبارك وتعالى غدا المرحلة الختامية. على منصة المسابقات في هذه اللحظة فرقة موشحات 12 أو 12 من خوزستان من جنوب غرب الجمهورية الإسلامية في إيران. لحظات ونستمع إلى ما أعدوه لنا.
قلبي بحبك يا محمد راجف، والقلب من ثقل المعاصي خائف. جفني جفا النوم من طول النوى، نادى ببابك والدموع هواتف. فغدا ألاقي وجه ربي مذنبا، وغدا ستلقى في يدي صحائف. يا من تقول بيوم حشر أمتي، من لي سواك لكل هم صارف. يا خير من وطئ الثرى حتى غدا ضوء الثريا من ثراه يثاقف. القلب يبسم إن ذكرت محمدا، والجفن يسدل والعيون ذوارف. إن لم أنل عطفا ببابك سيدي، نلت المنى أني ببابك واقف. به چه اندازه بزرگی، چه قسم خورده خدا به جان تو، جان تو. نه فقط جانم که جانها، نه جهان که هم جنان قربان تو. معراج بی نظیر ترین شب سفر تو، جز رحمت چی میتونه باشه زیر پر تو؟ بی همتاست حال گریه های هر سفر تو. Oh.
صلواتی ختم فرمید. اللهم صل علی محمد. تشکر میکنیم از برادران گرامی و اعضای گروه تواشیح اثنا عشر از استان خوزستان. سلام و درود ما بر شهیدان سرفراز، اسطوره های ایمان و گلواژه های ایثار. شهیدان، رادمردانی که برای دنیا آفریده نشده بودند، از این رو دنیا نتوانست آنان را بفریبد و آنان را در دام دنیا گرفتار سازد. شهیدان زنجیرهای اسارت را پاره کرده و آزاد شدند. شهیدان در کل زنجیره هستی جاری و زنده و جاویدان هستند. شهیدان مردان بی ادعایی بودند که نماد جسارت، شجاعت، شهامت، اقتدار، خلوص، ایمان و قله افتخار این ملت بزرگ به شمار می روند. سخن گفتن از شهید سخت است. شهید را نمی توان توصیف کرد، شهید را باید فهمید. بدا به حال آنان که بر خلاف مسیر شهیدان والا مقام حرکت می کنند. سلام و درود ما بر شهیدان سرفراز و سلام و درود ما بر خانواده معظم شهیدان والا مقامی که در این مجلس حضور یافته و تمثال زیبای شهدای مظلوم آنان زینت بخش این محفل قرآنی است. سلام بر خانواده معظم شهدای گرانقدر، شهید حسین رضاییان، شهید علی اکبر هاشمی، شهید رضا کارآمد، شهید حبیب کوروش، شهید جواد محسن امامیان، شهید اکبر شهریاری، شهید عباس حسارکی، شهید عبدالحمید صابونچی، شهید محسن مهرنواز و شهید مظلوم آرمان علیوردی. تقدیم به ارواح طیبه همه شهیدان بزرگوار اجماعا صلوات. نوبت میرسد به حافظ منتخب کشور عزیزمان ایران اسلامی، با این کشور با عظمت بیشتر آشنا بشویم. ایران کشوری در غرب آسیا است. پایتخت این کشور شهر تهران و زبان رسمی آن فارسی است. دین رسمی ایران اسلام است و این کشور 85 میلیون نفر جمعیت دارد. ایران از قدیمی ترین مناطق شیعی است که از سده های نخست اسلام مهد تشیع بوده است. وجود حرم امام رضا علیه السلام، امامزادگان فراوان و حوزه های علمیه شیعی در شهرهای مختلف از دلایل اهمیت ایران در جهان اسلام است. جالب است بدانید فعالیت های قرآنی در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 رشد چشمگیری داشته و برگزاری 39 دوره از مسابقات بین المللی قرآن کریم به عنوان یکی از رویدادهای مهم جهان اسلام از افتخارات نظام مقدس جمهوری اسلامی می باشد. در طول سالهای پس از پیروزی انقلاب، جوانان قاری و حافظ قرآن کریم در ایران اسلامی توانستند در مسابقات بین المللی قرآن کریم که در کشورهای مختلف برگزار شده، رتبه های برتر را کسب کرده و افتخار آفرینی نمایند. حافظ محترم کل قرآن کریم، جوان روشندلی که قلب او به نور قرآن روشن و منور است، برادر گرامی جناب آقای امید رضا رحیمی، حافظ محترم کل قرآن کریم
که با چهره زیبای او بیشتر آشنا خواهیم شد. رشته حفظ کل قرآن کریم، امید رضا رحیمی از جمهوری اسلامی ایران. Full memorization. امید رضا رحیمی from the Islamic Republic of Iran. یک کتاب، یک امت، کتاب مقاومت. چهلومین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و هشتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دانش آموزان. ارتقا منصة المسابقات في هذه اللحظة الحافظ المشارك من الجمهورية الإسلامية الإيرانية أميد رضا رحيمي. من صالة المسابقات ننتقل إلى صالة اللجنة التحكيمية ونطلب من الأساتذة الأفاضل أن يطرحوا سؤالهم، علما بأن القرعة التي اختارها رقم 8. أكرر، القرعة التي اختارها رقم 8. الحافظ ونحن بأتم الجهوزية للاستماع إلى أسئلتكم، فتفضلوا مشكورين. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، هي چه برادرم ایرانی هستن؟ بله بله استاد. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا.
يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. أحسنتم، متشكر. سؤال دوم شما از ابتدای سوره مبارکه حجر، سوره الحجر، بفرم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام را، تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون. لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين. وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وحفظناها من كل شيطان رجيم. أحسنت، خیلی ممنون. آخرین سوال شما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم
ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون أحسنت بارك الله فيك صدق الله العلي العظيم ما شاء الله ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ها هي ذا حروف الهجاء تصطف لأختار منها من الشين والكاف والراء وأردف لها التنوين أقول شكرا لعزيزنا أميد رضا رحيمي الذي شاركنا في مادة الحفظ من الجمهورية الإسلامية الإيرانية صمیمانه تشکر میکنیم از جوان پر افتخار ایرانی برادر عزیز ارجمند جناب آقای امید رضا رحیمی حافظ محترم کل قرآن کریم که به اعتقاد ما از حجت های خدا بر ما هستند وجود ناظرین پیامبر میفرمایند ان الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب کسی که در وجود او هیچ بهره ای از قرآن وجود ندارد مانند خانه ای است که هر لحظه بیم فروپاشی آن می رود وجود عزیزانی مثل امید رضای عزیز درس عبرتی برای من و حجتی برای ماست تا قبل از اینکه زندگی ما به پایان برسد در مسیر آموزش قرآن تلاش و کوششی داشته باشیم اجازه بفرمایید آشنا بشویم با کشور بعدی که شرکت کننده عزیز از آن در این مسابقه حضور پیدا خواهند یکی از کشورهای دوست و برادر و همسایه ایران اسلامی عراق کشوری در جنوب غربی قاره آسیا است
پایتخت این کشور شهر بغداد و زبانهای رسمی آن عربی و کردی می باشد. عراق دارای تمدن و فرهنگ دیرینه و پرباری است و همچنین زادگاه اولین تمدن بشری به نام سومر می باشد. همچنین این کشور میزبان آرامگاه بسیاری از پیامبران الهی مانند حضرت آدم، نوح و صالح علیهم السلام می باشد. اما مهمترین جاذبه این کشور وجود مزاجع شریف شش امام معصوم در شهرهای نجف، کربلا، کاظمین و سامرا می باشد که هر سال جمع کثیری از محبان اهل بیت علیهم السلام جهت زیارت این قبور مطهر به کشور عراق سفر می کنند. عراق در سالهای اخیر با همکاری جمهوری اسلامی ایران، توطئه‌های فراوان آمریکا از جمله حمله گروه تروریستی داعش را خنثا نموده و به همین جهت آمریکای جنایتکار در اقدامی ناجوانمردانه سپهبد حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس را در تاریخ 13 دی ماه سال 1398 طی یک حمله هوایی به شهادت رساند. برای عراق بیشتر آشنا خواهیم شد. رشته قرائت عبدالله زهیر هادی از کشور عراق. Recitation عبدالله زهیر هادی from Iraq. یک کتاب، یک امت، کتاب مقاومت. 40مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران و 8مین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم دانش آموزان. تربع على عرش التلاوة في هذه اللحظة القارئ المشارك من جمهورية العراق عبد الله زهير هادي سيقرأ بإذن الله من سورة البقرة من الصفحة 25 يبدأ بالآية 65 بعد 100 وينهيها بانتهاء 70 بعد 100 فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ ولا يهتدون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على الهادي محمد، اللهم صل على آله محمد، اللهم صل على الهادي محمد، اللهم صل على آله محمد، اللهم صل على الهادي محمد، اللهم صل على آله محمد، اللهم صل على الهادي محمد، اللهم صل على آله محمد، اللهم
محمد اللهم صل على آل محمد. بطاقة الشكر وباقة الثناء بين يدي من استمعنا إلى تلاوته من جمهورية العراق، القارئ عبد الله زهير هادي. صمیمانه تشکر میکنیم از قاری عزیز و جوان گرامی اعزامی از کشور عراق جناب آقای عبدالله زهیر هادی، قاری حرم حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام در کشور عراق. چگونه خدا را سپاسگزار باشیم که بعد از تلاوت قاری حرم امام حسین علیه السلام، همکنون در خدمت قاری و مؤذن حرم حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و ثنا هستیم. برادر عزیز ارجمند جناب استاد محمد جواد پناهی، نفر اول مسابقات بین المللی قرائت قرآن و از مفاخر قرآنی کشور، ضمن تشکر از این قاری عزیز و پر افتخار، گوشه جان می سپاریم به تلاوت استاد جواد پناهی به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. اللهم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. نعم. ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. أي والله ما شاء الله. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا. ويقولون سبحان ربنا
ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن. الله 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 يا رحمن يا رحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله 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 الله. ولا يزيدك، الله يكرمك. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. الله الله الله. ولا تجهر بصلاتك ولا وقل الحمد لله. الحمد لله والشكر لله. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. أي نعم. لا إله إلا الله. ولم يكن له ولي من الذل. أيوة. وكبره تكبيرا. الله أكبر كبيرا. وكبره تكبيرا. سبحان الله.
الله الله يزيدك. ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وكبره تكبيرا. الله الله. الله أكبر بسم الله الرحمن سلام. يا سلام عليه الصلاة والسلام. فصلي لربي وانحر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أحسنت. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. 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 اللهم صل على محمد وعلى الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي الله أشهد أن علي وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأعمال حي على الله
محمد وآل